إذا مشاهدينا الكرام، عندنا محور اليوم جدا مهم. التربية تكون بالقدوة مو بالتنظير، بدونها تصبح تربية الأطفال ناقصة ومبتورة، إذ لا تكفي الكلمات والمواعظ بمواجهة بعض الظروف، قد تفقدنا أعصابنا يا أبا ذر. نعم، لكن أكيد عند الحديث عن الأطفال وما يحملونه أيضا من طاقة كبيرة، تستلزم هذه الطاقة في كثير من الأوقات التوجيه وأيضا التنظيم بنفس الوقت. هو بعض الأباء للأسف يفقدون أعصابهم عند أول ردة فعل لأخطاء الصغار، وهذا قد يقودنا بشكل خطير وكبير أيضا عليهم، يجب تداركه قبل فوات الأوان. راح نشاهد تقرير يخص هذا الموضوع والانفعالات ما بين الطفل والأسرة مع مناف الموسى، وأكيد راح يكون يعني ضيف مختص راح نتحدث وياه أكثر عن هذا الموضوع، فنتابع. الانفعالي مع الطفل، مثلا في حال صرف مثلا الطفل او الطفله صرف التصرف خاطئ، على سبيل المثال كسرت لعبه، مثلا تجاوزت على تصرف معين، رد الفعل الاب والام يكون رد جدا صعب، يعني تعنيف، زجر، تهديد، تخويف للطفل. هذا راح تنطي انعكاس وانفعال سيء سلبي بالنسبه للطفل، وراح تكون عنده مثلا نقول خوف بالمرات القادمه، ما راح يتصرف، راح يحاول يخفي هذا السلوك الخاطئ مالته عن الاب والام، وراح يتصرفه بالخفاء. الطفل منذ ولادته يبحث عن مجاهيل كثيره، يريد ان يحول هذه المجاهيل الى معالم، فعندما يتصرف تصرف سيء مثلا ويجابه من قبل الاسره بعنف بصوت عالي، يعتقد ان هذا الصوت العالي أو العنف المستخدم تجاهه هو من الأشياء الحميدة التي يتصورها عن الأب، فيتقمص هذا السلوك ويصبح عنيفا في ذاته، لكن في اعتقاده يبدو له من أول وهلة أن هذا شيء إيجابي. الطفل بحد ذاته عبث بطريقته، بفطريته هو عبث، حركته أشياء لا إرادية إلى آخره، فممكن يخطأ، فممكن يسيء التصرف بدون وعي وإلى آخره. فهنا دور الأب أو دور الأم بالتعامل ويا مع هكذا يعني سلوكيات لا إرادية للطفل لازم أن تكون بمنظور منطقي وعلمي. أولا أنزل المستوى تفكير الطفل، يعني إذا غلط أو خطأ في موضوع معين، أو إذا كسر شيء حاجة، أو إذا أذى شخص بدون وعي، أنا أنزل المستوى وأتعامل وياه بطريقة إيجابية بمنطقة، انه اسهل له الموضوع، ممكن اسوي لها شغله لعبه، او ممكن امثل لها بطريقه قصه او روايه، انه اكو شخص هيش سوى وبعدين لاقى. فالاشياء الايجابيه تنزرع بالطفل منذ الصغر، لانه هو ورقه بيضاء يبدي المحيط يخط بها تفاصيل الحياه الممله بالتعامل بالاستيقاظ بالتفاصيل اليوميه. نعم مشاهدينا الكرام، بعد متابعة هذا التقرير وللحديث أكثر عن التربية الانفعالية السلبية وأيضا التربية المعنفة التي تختلف ما بين أسرة وأخرى ومدرسة وأخرى وعائلة وأخرى، وأيضا باختلاف تصرفات الأطفال بصغار السن جدا وأيضا متوسطين اللي احنا نسميهم الصبيان، هنالك كثير من الانفعالات السلبية التي تحدث
جنبة من سبب العائلة وجنبة بسبب الانفعالات اللي عند الأطفال. الحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم ويانا المختصة الست رفاه جاسم. الحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بها ونقلها حياك الله في صباح الخير يا عراق. صباح الأنوار والأمان على العراق. صباح الورد ست رفاها وصباح الجمال والأناقة دائما وابدا. حبيبتي حبيبتي صباح الخير يا عراق، واحنا جدا سعيدين يوم بتواجدك. انا الاسعد. محور جدا مهم ويخص شريحه جدا مهمه بالمجتمع اللي هم الاطفال وكيف يتعامل معهم الاهل. اليوم قبل ما نبدي بحديثنا خلينا نعرف او نفهم مفهوم التربيه الانفعاليه السلبيه. نعم، خلينا نتفق اولا انه الطفل يولد صفحه بيضاء والأهل هم اللي يكونون شخصيته ومبادئه ومعتقداته وقيمه وشخصيته السوية أو الغير سوية. نعم. من خلال الأبوين الأم والأب. نعم. وبالتالي الأسرة. والتربية هي شنية؟ عملية إنماء للفطرة الإنسانية والوجدانية لدى الطفل، هو صفحة بيضاء. شلون ننميها؟ من خلال التربية. نعم. إنماء للفطرة الإنسانية والوجدانية. نعم. للطفل من خلال وجوده كجنين في بطن أمه وانتهاء إلى أن يصير شاب عمره 28 سنة. نعم. نبقى تأثيرنا متراوح بين 100% إلى أن نوصل إلى مرحلة 5%. نعم. يضعف تأثيرنا كل ما كبر الطفل. نعم. نعم. طبعا التربية الانفعالية تربية خاطئة، لأن الغضب والضرب والعصبية الضر بالمربي والضر أيضا بالطفل. ما تبني شخصية سوية، ما تشعره بالأمان، ما شعره أن يبدأ، ما راح يكون فعال في المجتمع. نعم. ما غير قادر على حل مشكلاته أولا، وبالتالي غير قادر على حل مشكلات المجتمع اللي يعيش فيه. نعم استربا، هذا معناه أنه الطفل المتعرض لهذه الحالة يحتاج إلى معالج. بالضبط. انتهينا من التفصيلة. التفصيلة الأخرى هو شنو اللي يخلي الأم والأب منفعلين حتى يأثرون بهذا الطفل؟ ذولا هم يحتاجون معالج. بالضبط. شنو النقطة اللي تحولهم من يعني شنو الأسباب أبو أم ينجبون طفل بهذه البراءة وهذه الصفحة البيضاء وبنفس اللحظة يتحولون عليه بهذه العصبية والاندفاع؟ هي الظروف المحيطة بالعوائل. نعم. والمجتمع بصورة عامة ومجتمعنا العربي الشرقي، يعني تعرف الحروب اللي مستمرة والحمد لله والشكر، يعني معاناة للمجتمع. هي معنا نقدر نقول إنه أحد الأسباب عند الأم والأب. أكيد. نعم. عندك المشاكل العائلية المستمرة بالبيت أمام الأولاد. نعم. هاي مشكلة. أكيد. العوز الاجتماعي والمادي والاقتصادي للعائلة هم تسبب ضغوطات على الأولياء الأمور. نعم. تمام؟ عندك المشكلة الحديثة اللي هي الاهتمام بالأجهزة الإلكترونية جايش بالموضوع والسوشيال ميديا. نعم. بالإضافة إلى المخدرات واحتساء الخمر. نعم. بكثرة سببت مشاكل، زادت مشاكل الأسرية. نعم. بالبيت، وبالتالي تنعكس بشكل أو بآخر. نعم. على الطفل. نعم. أكيد. هاي الأسباب. نعم. نعم. طيب ست العزيزة، أكو كثير من الأهل يمكن أبادر يوافقني بهذا الكلام، يقولون أضرب ابنك على مود تربيه، على مود طالع من الجنة، على مود. وهذه الأفكار السامة للطفل، مثل ما يقولون الدمار لشخصية وبناء ذات الطفل. هذا الموضوع شلون نقدر نتخلص من عنده اليوم؟ أكيد لازم يعني نجد بدائل. نعم. للتربية العنيفة، نجد بدائل للتربية العصبية. يعني عندنا قسم يستخدمون الضرب والتعنيف على أساس التأديب، لكن بالحقيقة هو منو اللي يضرب؟ الشبعان ضرب. لا ما نعم. منو اللي يعطي حنية؟ الشبعان حنية، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. تمام. عندنا حالات نادرة بهذا الموضوع. إيه. نعم. إلا إذا هو يعني راد يبني شخصيته عكس الشخصية اللي استعرتها من. نعم. خلال العائلة. نعم. وهذا حالة يعني خاصة وليس عامة، لكن احنا شنو البدائل؟ علينا مكان الغضب الصبر، ومكان الضرب الاهتمام، الحب، الاحتضان، الاستماع، تنظيم والتعلم، وضع قواعد. نعم. قبل وضع العقوبة. نعم. إذا أنت ما تعرف شنو الصح وشنو الغلط، وما تعرف إذا سويت الصح ايش راح تحصل، وشنو اللي إذا سويت الغلط إيش راح تعاني من العقوبة؟ نعم. وتعرف إحنا بالقرآن الكريم الله سبحانه وتعالى وضع لنا دستور. أكيد. وخلانا ترهيب
والترغيب. نعم. لكن ما خلانا الضرب والقتل والمدري شنو مو ولكن والعصبية. موجود الست رفاهة وموجود اسلوب العقاب والثواب بالضبط. يعني ممكن بس انه شلون قد يبني شخصية الطفل بالضبط كامل. يبني نعم. شلون يبني؟ يعني مثلا انت انا مطيتك حق ان تشوف التلفزيون نص ساعة باليوم. نعم. او اعطيك الموبايل نص ساعة باليوم، هذا متفقين عليه نص ساعة مو اكثر. انت تيجي تشوفني انا مشغولة تسوي ساعتين ونص، لازم تعرف انه بهيجي حاله راح ساعتين ونص راح تنحرم يومين او ثلاث ايام، لان انت اخذت مال هاي الايام من تنحرم وتكون ثابت بالقول مع الفعل. راح بالتكرار يتعود انه هذا ممنوع مو صحيح، هذا صحيح، لازم ما اتجاوز الحدود. هذه يعني مهمه جدا، الاحتضان، الحب، والتنظيم والقاعدة، الاستماع. نعم. ووضع القاعدة قبل العقاب. نعم. يعني شو فائدة؟ نعم. نعم. طيب بس رفا اليوم لو نجي نسأل سؤال ونقول لك ما هي محطات التربية؟ شنو محطات التربية اليوم؟ نعم احنا نقول بالعامية التربية من المهدي إلى اللحدي، يعني. نعم. لازم نربي الطفل طول ما احنا عايشين لازم احنا نكون وياه، بس هي بالحقيقة التربية لها مراحل. المرحلة أربع محطات، أنا من وجهة نظري ومن وجهة نظر علمية يعني عالميا، أربع محطات تبدأ من اليوم الأول لولادة الطفل ولحد عمر 6 سنين. هذه المرحلة تأثيرها يكون 90% إلى 95% أثر العائلة على الطفل. نعم. لأن ماكو هو وأمه وأبوه وبالبيت. نعم. فراح يكون تأثيرنا أقوى. نعم. من خلال الاحتضان، من خلال الحب، من خلال الشعور بالأمان، من خلال الرضاعة الطبيعية، هذا كله راح يكون لك شخصية سوية. نعم. تأثيرنا راح يكون كبير، وتعتبر هذه الفترة الذهبية للتأثير. نعم. على سلوكية الطفل على صعيد المستقبل. نعم. تجي المرحلة الثانية اللي هي من عمر 7 سنين. نعم. إلى 15 فترة نقول الصبا. نقول هاي مرحلة التعلم. نعم. يعني دخل مدرسة. نعم. دخلوا جماعة الأقران، البيئة بدأت تتأثر أكثر من عندنا. المرحلة الثالثة بدأ المراهقة وهذا القلق. هسه المرحلة الثانية. نعم. 60% راح يكون تأثير. نعم. الأسرة على الطفل. نعم. الباقي وين راح يروح؟ يروح على المعلم، على المدرسة، على جماعة الأقران، على البيئة المحيطة. وأيضا الأسرة لازم تتدخل من خلال الرقابة الغير مشروطة. الرقابة الغير يعني واضحة بشكل غير مباشر حتى تأثر ويبقى تأثيرها 60%. وهي المرحلتين تعتبر المرحلة الذهبية، يعني تأثير الأسرة تأثير كبير. نعم. ننتقل إلى المرحلة الأخرى اللي هي من 16 إلى 21. هنا راح يكون الشاب عنده اهتمامات، عنده مواهب، عنده بناء، هو يريد أشياء يحققها. تأثير البيئة راح يكون أكبر، راح يكون تأثير الأسرة 30%. 70 راح جماعة الأقران والأصدقاء، وراح يقارن نفسه مع أصدقائه ومع ابن عمه ومع المجتمع، وليش أنا وليش أنتوا من هالحكي. نعم. وراها تجيك مرحلة أخرى هي مرحلة 21 إلى 28. نعم. كل هذه المراحل الثلاثة الأولى اللي سبقتها هي مؤثرة بهذه المرحلة الأخيرة اللي يكون الشخصية اللي خلص بعد الحد الممات. هنا. نعم. خلص. بس من متأثرة؟ متأثرة من يوم الأول لحد هذا ال 28. تظهر عاد مواهبه، تظهر شخصيته السوية أو شخصيته الغير سوية، لأنه ما يعرف الظروف العائلية اللي عانى منها بخلال هاي المرحلة. نعم. بس إذا كانوا الأهل يعني بناء الأسرة الآمنة المحتضنة صابرة، ماكو طفل ما يخطأ ولا أكو أب ما يخطأ ولا أكو ما تخطأ، بس محددين ومحاولين التصحيح بين فترة وأخرى. يعني أنا مثلا أم هي أم. نعم. غلطت بأنه أنطت الحبل على الغارب وتركت الطفل على هواء، وحست بروحها انه لهنا وكافي لازم اتوقف، او اني استخدمت طريقة الغضب فارد احول من الغضب الى التربية الصحيحة. نعم. اجي اقعد ويا الاطفال اقول لهم يا ترى اني كنت خطأني بهذا الاسلوب، هسه راح اغير اسلوب وياكم، بس اريد استجابة من عندكم، نتعاون ونتفق، اسمع منه ويسمع مني ونتفق على طريقة صحيحة. هذه العائلة طبعا المثقفة الواعية المدركة لبناء مجتمع صحيح. ست رفاهة، احنا دائما من نطرح موضوع يعني نستهدف به كل أجناس المجتمع. أكيد. لما نتحدث عن العائلة المثقفة والواعية، طبعا. هاي
قد تكون غير محتاجة للرشد والنصح. بالضبط. خلي أنتقل لنقطة أخرى. إحنا لما يعني بعد ما أصبح بعد ما كان عفوا علم النفس بشقيه الذي اعتمد على البيئة والذي اعتمد على الوراثة، جاء العظيم جون لوك ووحد قال الإنسان يخضع لأمرين، عامل الوراثة وعامل البيئة. البيئة. أنا خلي أطلع من العائلة، أريد أتحدث عن التنمر اللي يتعرضوا له الأطفال فيما بينهم بالمدارس وغيرها وتأثيره على شخصيتهم وبناء شخصيتهم، خصوصا إذا كان هذا ما يبلغ به العائلة لأنه حتى ما يكون محرج أمامه. شنو تأثير هذا اللي موجود من المجتمع؟ العائلة خلصنا من العائلة. طبعا هو إحنا العائلة مؤثرة قلنا 100%، أما المجتمع أيضا مؤثر، والتنمر يعني حالة سلبية جدا سواء على المتنمر. نعم. وهو نفس المتنمر اللي يتنمر على أخيه. هو لأنه متعلم تمام. فإذا هو عنده معاناة، هو ليش يريد يتنمر حتى يقود، حتى يصير هو يشعر أنه هو القائد ضمن فريقه، هو يشعر أنه هو المتميز فيعيب على الآخرين، ويمكن هو مليان يعني عيوب وأخطاء. نعم. فهو لو كل إنسان ينظر من داخله ويصلح داخله وما يتنمر على الآخرين، وبالتالي ما راح أحد راح يتنمر عليه، راح يصير مجتمع سوي. التنمر حالة سلبية أيضا. نعم. هي تشبه الغضب. نعم. اللي داخل البيت والعصبية. نعم. نعم. أنا أقول شلون نتخلص من عنده؟ عفوا زين آسف، شلون نتخلص من عنده؟ لون واحد يقدر يسيطر على نفسه ست رفاهة، أنا هسه بهذا العمر يمكن ذاك شاطرنا الرأي زينة، يمكن من نسمع كلمة نقد ما موجودة بينا تأثر على مزاجه لمدة أسبوع. أكيد. إيش طالع اليوم بالجو؟ شنو هاللبس اللي لابسته؟ هذه الكلمة قد تكون هي بحرص ولكن بتعبير خاطئ. ضعيفة. هذه تأثر علي وأنا بهذا العمر اللي يمكن رجال شايب الشيب تارس راسي يعني. يا ما شاء الله. هذا اللي أقصده، إنه تأثر علي هذه الكلمة، شنو تأثيرها على الأطفال وشنو الحلول اللي مفروض نسويها؟ والله هي مشكلة. التنمر لازم نسلط الضوء عليها من خلال الإعلام. نعم. من خلال التربية، من إقامة دورات لأولياء الأمور قبل الزواج، ونقول لهم يا بترأتوا مو جايين بس هي حفلة وعرس وأغاني وهاي، خلاص هي مسؤولية وشعور بالمسؤولية وبناء مجتمع عليكم، فلازم تقفهم. نعم. وبالتالي نعلمهم شنو معنى الزواج يعني، لأنه يعني مو زوجت منا ورا أسبوعين طلقني. صحيح. طلقني. صحيح. وهكذا وأنا المشكلة. نعم. فيعني لازم تعرف هنا يعني من موقع المسؤولية، والزواج المبكر أيضا الغير مدروس هم مو صحيح. نعم. لازم يكون الاختيار موفق. نعم. تسليط الإعلام سواء من الجامعة أو من المدرسة ومن البيت على أنه. نعم. هذه الوسيلة اليوم. التنمر خاطئ علي إلي. نعم. وعليكم. نعم. يعني اليوم إذا نجي يعني يمكن أبا ذر ذكر نقطة جدا مهمة اللي هو التنمر يعني المدرسة أو التنمر بالمجتمع. اليوم إحنا جاي نشوف تنمر من داخل البيت. داخل تنمر البيت. تنمر من الأم. ايه. تنمر من الأب. ايه. تنمر من الأخ. تنمر الزوجة من تنمر على اليوم الزوجة. الزوجة تتنمر يعني على الزوج. نعم. يعني فعلا مشكلة. اليوم يمكن البنت تلام إنه هي بنت ببعض العوائل يعني بكل واقعية. شلون اليوم احنا يعني نحفز الاهل انه هم لا مو بس ترى يعني التربيه الانفعاليه السلبيه مو بس بالضرب، هي مو بس بالكلام المحلو، اليوم حتى التنمر هو تربيه انفعاليه سلبيه. تمام. اكيد. هو ليش احنا نقول التربيه لازم نوضع خطه. نعم. والخطه البنات يختلفون عن الولد، والولد نفسهم يختلف ولد عن ولد اخر، والبنيه نفسها تختلف من بنيه الى بنيه، فما نحط احنا مقياس واحد للكل، لأن هسه احنا دا جبنا معلم. نعم. دا يدرس 40 طفل، نفس المنهج دا يسمعه. نعم. الطلاب ناس ترسب ناس تنجح ناس تطلع درجات عالية. تمام. نعم. ليش؟ إذا الخطة الواحدة غير صحيحة. نعم. علينا أن نخلي أدوات وتقنيات تربوية تستخدم لسين من الأطفال تفترق عن صاد من الأطفال. نعم. لأن هذا يعني مواهبه يحب الرسم، هذا يكره الرسم. نعم. يحب الحفظ مثلا، هذا يحب لعب. المجتمع متنوع اليوم، كل واحد له طريقته. نعم. المفتاح اللي تدخلين له، فلازم تحددين التقنيات التربوية والأدوات اللي راح تستخدميها لكل حالة من حالات الأطفال. نعم. نعم. استرباه اليوم هو موضوعنا يخص التربية الانفعالية السلبية.
امس بدا اول يوم امتحانات أي. ويمكن يسمعون الكنترول اغلبهم انتم اولادي داخلين بهذا الموضوع. اي والله صح. هو باللا شعور كل احنا نتوتر لما يمر جو الامتحانات. قلق. العائله متوتره، الطفل متوتر، الخوف، الاستاذ اللطيف ويانا راسا يتحول الى شخصيه اخرى اثناء الامتحانات، قد يتغير الاستاذ الذي يراقب على الامتحانات، يتغير المكان خصوصا بالصفوف المنتهيه يعني تمام قاعات. هاي الانفعالات اللي تسبب لنا كوارث، الخوف. كثير من الطلبه متمكن من الماده 100% ولكن بسبب خوفه وانفعالاته السلبيه داخل القاعه لا يجيب على الاسئله. صحيح. شنو الاجراءات الصحيحه اللي لازم نستخدمها اثناء هكذا مواسم واوقات؟ اولا لازم نقول انه الدراسه اراد لها خطه من بدايه العام الدراسي. نعم. يعني احنا مو نترك الطالب ما يقرا خلال السنه كلها. انا ليش من يقولون امتحان اخاف وانا ما يجي الامتحان طبعا راح يسبب له قلق، بينما اذا هو قاري باليوميات وبالاسبوعيات وبالشهريات وممتحن وماشي اموره وشجعه وتقول له انت ذكي ونجح. عفوا ما احكي عن حفظ الطالب للمادة، عن الرهبه من مصطلح امتحانات. بالضبط. هذا القلق يمكن مقبله على امتحانات. القلق اكو رهبه. ايه؟ اكو قلق. صحيح. من العائله ياثر. انا احكي على التاثيرات. اي مقلق مقبول، يعني القلق يؤدي الى النجاح، القلق يؤدي الى الحرص مقبول. بس القلق اذا ما زاد عن حده يسبب احباط وبالتالي فشل مو. نعم. فاذا احنا لازم نخلي القلق، نخليه نحدد فتره القرايه، نعطيه فتره راحه، نعطيه فترة يتنفس، ينطلق شوية للخضار، يرتاح. نعم. يأكل أكل يساعد على التركيز والانتباه. نعم. أكل صحي. نعم. يساعد على التركيز والانتباه. نعم. وبالتالي نقول له ترى أنت حافظ ومحضر، أنت هسه في مرحلة أنه تراجع المهمات، الأشياء حتى تكررها، ولا تخاف يعني تشعر بالامان سواء بالقاعه الامتحانيه، اوفر له المي، اوفر له الجو الطيب، مو اسلق كلمات الدعم. ايه اكيد تقولي له شاطر، شجاع، انت بطل، انت ماخذ عندك معدلات عاليه، لا تخاف، فانت قاري بالبدايه. بس اذا ما مهيئ نفسه طبعا راح القلق يزيد والنتائج سلبيه ايضا تظهر. نعم. بينما اذا القلق مشروع، ترى القلق المشروع يؤدي الى النجاح. نعم. يعني انت اذا سجل هذا اللقاء، اذا انا ما متهيئه وانت تحضر محاضره، اذا انت ما متهيئ يعني اكيد راح تكون قلق اكثر، بينما اذا متهيئ راح تكون قلق مشروع. نعم. مو اكيد. نعم. وبالتالي يؤدي. نعم. الى النجاح. القلق في بعض الاحيان يؤدي الى النجاح. ان شاء الله ناجحه انت ان شاء الله. شكرا لستي العزيزه. ان شاء الله نجاح للجميع. سؤال اخير ويكون مسك الختام ان شاء الله. الحب الغير مشروط، شلون نقدر احنا نحفز يعني الاطفال، وشلون نقدر احنا نفرق بين الحب المشروط والغير المشروط بين الابناء؟ يفترض ان يكون الحب دائما غير مشروط. نعم. لان الحب هو احتضان، هو امان. يعني الطفل من هو طفل، من ترضعي الرضاعة الطبيعية هو راح يشعر بالأمان. نعم. والاحتضان، وما تخليه هو يبكي وما يعني ده يبكي لأن ده يعطيك إنذار إنه هو متوسخ، هو جوعان، هو ضايج، هو عطشان، فأنت متخليه يبكي وما راح يشعر بالأمان. فما ما تروحي له إلا يبكي، لازم دائما تتفقديه انه هو جوعان، عطشان، العفو، محتاج تنظيف. نعم. هذه الامور توفري لها حتى يشعر بالامان. نعم. فما شرطين عليها، انت اذا سويتها شكل اسويها الشكل، اذا سويتها شكل ما راح اسويها الشكل، لا، هذا يصير حب مشروط وما يرحم من الطفوله الاولى، لازم من يكبر ويفهم انه القواعد هذه اذا تجاوزها ما راح يحصل على الحب، فراح ممكن تحطي له الاشياء. يعني ما تقولي لزوجك مثلا اني احبك اذا جبت لي ما ادري فلان شيء، ما يصير هذا، هذا مو صحيح. لازم يعني انت تطين وبالتالي تحصلين، هذا اي عطاء متبادل من جميع الاطراف، سواء الابن والام والاب والام وهكذا. نعم. احنا دائما نقول راس المال الحقيقي هو الشعور بالامان. فعلا هو هذا رأس المال، هو بناء الشخصية بشعور بالأمان. نعم. لحظة من مرض نفسي لا تساوي كل المال والجاه.
نعم دام وما زال الحب بلا شروط ولا قيود ولا خطط ولا يتحمل الانفعالات السلبية، ودائما ما يتسع بدائرة الطاقة الإيجابية ويصغر مساحة الطاقة السلبية. ابتعد عن المكان اللي يعصبني، التجي الى القران اقرا لي في الصفحه. لا اي مكان موجوده بي اجي ان شاء الله اطمئن بوجودك. شكرا لك ست رفاعه جاسم لانضمامك معنا في صباح الخير يا عراق. شكرا لك.